احنا مهنتنا شاقه وايد وفيها مراحل. هو اللي يصمم، هو اللي يصب الذهب، هو اللي يسحب الذهب، هو اللي يبتدي يشتغل بالذهب. عيوننا سوداء، راسنا اسود، ثيابنا سوداء. اصحاب الحرف اليدويه يخاطب الصنداله اللي يتم عليها طلق الذهب، يكلمها يقول انت اللي بعد رب العالمين، انت مصدر رزقي ورزق عيالي. وكان هذا كان كله بالسر، كانوا ما يدرون يعني من وين تجي لهم هالهدايا. تعال عطني ضمان، ما ضمان، ما ميش. كل مستهلك في الهند يعتبر بان الذهب اداه استثماريه مفيده ومضمونه. الا لان شفنا كويتيين في السوق تارسين السوق. الذهب الاصفر وهو عاصر قلب كل امراه خليجيه. نتكلم عن تحديدا مهنة الصياغة أو عائلتنا بشكل يعني تركيز أكثر، هي هجرة تمت من قبل منطقة شرقية في جزيرة العرب، أو تحديدا من الساحل خليج العربي، من منطقة المبرز والحفوف، لظروف اقتصادية واجتماعية تم النزوح إلى دولة الكويت. وهي طبعا نتكلم عن بدايات 1800 حسب الوثائق المثبتة العدسانية طبعا بالدولة. تركزت العوائل داخل مدينة الكويت وباشرت في نقل تجاربهم وحرفهم من مناطق اللي هاجروا فيها، فتركزت بشكل رئيسي سوق الصاغة في فريج العدساني، اللي حاليا طبعا مكانه في سوق بنك الكويت المركزي القديم بالقرب من قصر السيف. كانت البحرين كلها في هذا الشارع، ماكو رفاع، ماكو مني، ماكو مجمعات، ابدا ماكو، ما مش الا كله هو شارع الشيخ عبد الله. كلها هي 25 دكان ما بين هنود وما بين اللي هم العرب. العرب عائلتين ثنتين، العائلتين ثنتين، الرياش عائلة الرياش وعائلة اللي هي صايغ اللي احنا صاغة، لأن احنا من آباء وأجداد. خيلاننا وكتمة كلها في المحرق، بس احنا في شارع الشيخ عبد الله البحر في المنامة، بس احنا الموجودين أنا والوالد وأبوي العود الله يرحمه إبراهيم دين وعمي محمد، إحنا أربعة أنفار خمسة أنفار وعمي الرضيع. لا يخفى أن غالبية الناس اليوم يستخدمون الذهب، بالإضافة إلى صاغة الذهب أنفسهم والتي تعود أصولهم إلى الهند. عندما نرجع إلى تاريخ الهند 2000 سنة ما قبل الميلاد، حيث كانت حضارة وادي السند قائمة آنذاك، نرى أن الذهب كان يلعب دورا كبيرا جدا في الحياة اليومية. حب الذهب استمر حتى الإمبراطورية المغولية، والتي تأسست في سنة 250 ما قبل الميلاد، استمرارا إلى إمبراطورية غوبتا سنة 350 ما قبل الميلاد، حيث أن أكثر تصاميم الذهب إبداعا كانت في تلك الفترة عام 1850، وكانت تنفذ تلك التصاميم المميزة للعوائل الملكية من قبل عدد كبير جدا من صاغة الذهب. اتبع ذلك فترة الاستعمار في الهند، ومن هنا أصبح الألماس أكثر تداولا وشهرة. في الستينات، بداية الستينات، كان شارع واحد بس اللي هو شارع الشيخ عبد الله،
كل البحرين هو الشارع الوحيد اللي فيه ذهب، وكانوا العدد تقريبا أغلبيتهم بحرينيين، ولهذا اشتهرت البحرين بالذهب، ذهب البحرين زين، لأن الأغلبية بحرينيين يشتغلون. كان بنك الوطني المدخل مال الباركن، بنك الوطني اللي كان رئيسي حاليا صار مكاتب، بعدين شارع فهد السالم على اليمين قصرية الفوزان اللي فيها عبد الرسول بادر مع الأربش مع الصايق، ويمها قصرية العامر، وعلى اليمين يصير سوق الخضرة والفواكه، وكان فحص الذهب في سوق الخضرة والفواكه أتذكر المكتب، وخلفنا مسجد بن بحر، وخلف مسجد بن بحر ساحة بن بحر الحين مسوينها العام الوافير. قبل لا أتزوج أنا كنت تلميذ في المدرسة، بعدين لما جيت أنا طبعا اشتغلت لي الوالد وكذا هالشكل، قعدت أتعلم منه شوي شوي وحبيت هذه الشغلة، بدل ما أروح أشتغل مني هالشكل عند الناس طبعا أقعد عند الوالد، وقعدت ختمت المهنة وعرفت المهنة تدش فلوس، فحبيتها حب شديد، وقمت أنا اللي أحرص على الأشياء هذه وأسوي البضائع وزين البضائع في كل شيء، وكنت أشتغل ليل ونهار من حبي إليها هذه الشغلة، هذه من حبي إليها قعدت أشتغل ليل ونهار، حتى بناتي علمتهم الصياغة، حتى أولادي علمتهم الصياغة، فمنهم قعد يعني يشتغل، منهم قام يتاجر وفي يشتغل بروحه يسوي له دكان ويبيع ويشتري، ياخذ من عندنا ويبيع ويشتري في هذا الشكل. ابتديت في العمل ذهب والمجوهرات وأنا عمري تقريبا 11 سنة، كنت إجازة صيف وكنت ألعب في الحوش ومؤدي الوالدة الله يرحمها، مر ابن عمي يمر على بنت عمه اللي هي أمي، يقول لها تقول له خدم وياك علمه الشغل، خليه يتعلم الشغل، قال خليه يجي، ورحت معه اللي هو عبد الكريم الصايغ واشتغلت معه وعلمني صياغة الذهب، وظليت أصنع وأشتغل معه. هذا البداية يعني تقريبا سنة 1965. حتى عبد الشهيد هذا أنا علمته عبد الشهيد، علمته وشفت اللي هو أخوه عبد الحسن، هذا علمت بعد بناتي يشتغلون ذهب، تالي بناتي يتزوجوا وتركوا هذه المسألة. هذه الوالد طبعا كان يأخذني معه وأنا صغير بالسبعينات، وكنت أشوف البيع والمشترى والزباين، وكنت أدش المصنع وأنا صغير أشوف شلون يصبون الذهب، وأعرف أسامي القطع، الكوبجة، الجهاز اللي يصبون فيه الذهب على كم درجة الحرارة اللي هي 1045 فهرنهايت. في عندي خبرة الحين بصياغة الذهب والنقشات الذهب، الحين أنا أعرف أي قطعة أشوفها أعرف هذا بأي سنة انصنعت وعيار كم ومن صايغها بعد، أي قطعة من أشوفها أعرف. طبعا الكويت هي شرق وجبلة منطقة وسط، قبل وجود المرقاب كان تركز الصاغة منطقة الوسط، هناك فريج صاغة اللي اليوم أقرب ما لمحات القروية أو اللي احنا مجازة نسميها دروازة عبد الرزاق، هناك كثير من عوائل الصاغة وفريج مثبت لدى البلد الكويت فريج الصاغة، هناك بعض محلات اللي مارسوا في مهنة الصياغة في طبعا سوق المناخ. هذه الانتشار طبعا إلى بالإضافة إلى بعض البيوت اللي كان يستقطع منها مثل دكان أو جزء صغير البيت لممارسة هذه الحرف أو المهن اليدوية. معظم صاغة الذهب في الهند يتمركزون في مومباي، وتصاميم الذهب الأكثر شهرة وتميزا توجد في كلكتة، تامل نادو، كيرلا، أندرا براديش وكجرات، ومن بينهم أعمال ذهب كالكتة
والتي تمتاز بفرديتها عن الباقي، يتبعها مهراجرا وكجرات في التصاميم العتيقة، بالإضافة إلى التصاميم الغريبة لدى أندرا براديش، تامل نادو وكيرلا. إي أندرا براديش، تامل نادو، كيرلا وركلاك. سوت لي محل، سوت لي ورشة وأنا طالب في المدرسة، سوت لي وهو ورشة وفي نفس الوقت محل عرض ذهب عند البيت آخر شارع الشيخ عبد الله. وابتديت من سنة 1900 رسمي، يعني 1973. أصحاب الحرف بجميع أنواعهم وتشعباتهم هو مصدر رزقه، رزق عياله. فتلقينا من بعد صلاة الفجر بالسابق ياكل ريوقه ويطلع لحرفته. بتكلم عن صياغة الذهب بشكل محدد. تلقينا مثلا لما يروح المحل ماله أو دكانه، يعني سابقا سميه الدكان هي عبارة عن مزيج بين كورشة وكمعرض للبيع، يتم فيه عرض المجوهرات. ما كان في ديكورات في الستينات، كان هو الورشة وهو محل بعداد شوكيس صغير وفي معروض فيه أشياء بسيطة هالشكل، وسندانة ومطرقة ومقص بس، والجدار على حالة، يعني الروازن طالعة، السراطين طالعين. هاي في الستينات، هاي بعد الستينات بدأ الواحد يسوون ديكورات إلى ما تطورت إلى هذا. أنا أول شيء علمت منه، أول شيء علمت ولدي، زين، أو علمت ولدي صياغة، أشتغل في البيت بعد، أودي عندي عدة في البيت وعندي عدة في الدكان في الورشة. ما كانت ورشات هالنمونة، ما كانت، كان الدكان وهو ورشة. الحين لا، الحين ممنوع، الحين دكان ورشة. نحن لا نقوم بالتعامل بشكل مباشر مع تجار الذهب في دول الخليج، بل نقوم بتحضير قطع المجوهرات التقليدية وتسليمها إلى تجار الذهب المحليين، وهؤلاء هم الذين يتكفلون بالتعامل مع تجار الخليج. الذهب كان سعره، كان الذهب أول ما يشتغلون في الذهب يشتغلون في فضة ويشتغلون في نحاس. هذا أولين في الأربعينيات، وقبل الأربعينيات يداك من ذاك اللي يبغى يسوي له خاتم ذهب أو كذا، والذهب شحيح يعني في البحرين. زادت الأشياء، قاموا استوردوا الذهب التجار، زين، استوردوا الذهب وقاموا يبيعون على الصاغة، يبيعون على الصاغة يعني بالخمسة تولات، بالتولتين، بالثلاثة تولات، يشتغلون فيهم شوي شوي. لما زادت الأشغال، زادت الأشغال في البلد، زين، قاموا يستوردون ذهب زيادة. إن كنا نريد المقارنة بين الهند ودول الخليج، فإن دول الخليج لديها فرص وظيفية ووحدات تصنيع أفضل، بالإضافة إلى معدات مطورة ومصممين مجوهرات موهوبين. لذلك فنحن نستلم أفضل جودة للذهب من دول الخليج. طبعا العلاقة مع الهند، الهند حضارة عريقة، الهند يد عاملة ماهرة في تخصص في بعض المجوهرات اللي هم برعوا فيها. ولعل من أشهر المناطق في الهند هي كلكتة. كلكتة كانت مشهورة وما زالت مشهورة في صياغة دقيقة جدا في الذهب، ولعل الاشتهارهم في استخدام اللحيم بالفضة اللي حاليا يعني ما حد يتقن هذه التقنية أو هذا الفن إلا صناع اللي من كلكتة الهنود. تصاميم الذهب الأكثر جمالا والقطع العتيقة تصنع في كلكتة. هذه التصاميم الإبداعية شهيرة جدا، ليست في الهند فقط بل على مستوى الدول الأخرى الأجنبية ودول الخليج، من ضمنها الكويت، الإمارات العربية المتحدة، خصيصا في دبي والمملكة العربية السعودية. إنتاج الكويتي نشيط كان،
كانوا يروحون يبون ذهب من الهند، يبون من إيطاليا، يبون من البحرين، من سنغافورة. من سنغافورة أتذكر يابوا دقات الذهب الأبيض اللي في زركوم، من الهند 22. أتذكر التخوم اللي كانوا يبغى أخوي، كانت حلوة وايد. يعني أنت، أنا كنت أشوف النقشات الكويتية، بعدين لما راح كسر وياب ذوق جديد من النقشات الهندية، حلوة ولونها حلو بس إنها دقيقة. يعني مجرد ما تنكسر أو تسطيحها صعب، مو نفس الشغلات الكويتية. ما تعمر بال، هي صدق دقات حلوة بس ما تعمر كانت. عندما نعود إلى تاريخ الهند نجد بأن مصادر الذهب حتى عام 2001 كانت في ولاية كرناتكا، حيث توجد منطقة خاصة للمناجم. اليوم الهند تستهلك ما يقارب 1000 طن من الذهب كل عام، حيث أن 1.5 طن يتم استخراجه من الهند، والباقي مستورد من دول أخرى كأفريقيا الجنوبية، الشرق الأوسط، سنغافورة وسويسرا. ساوث أفريقيا وندي، غلف راجين وندي، هذا ولدنا سنغافورة. إذا تكلمنا عن صياغة، حتى عمليات صياغة الذهب هناك فيها تشعبات وتفرعات. هناك بعض العوائل اللي اشتغلوا في تحديدا في تجارة ذهب السبائك أو الرملة، مثل الطخيم، مثل الموسى، مثل الأربش وغيرهم من العوائل. طبعا في أكو قسم منهم طبعا في أيام الحرب العالمية الأولى والثانية بتهريب الذهب من الهند عن طريق إيران إلى الكويت، وكانت يعني عملية مجرمة، وكانت هذه تدعم الحكومة الكويتية في شراء السلاح لحماية طبعا أيام الشيخ مبارك وقبل وحتى بعده. فهذه التجارة كانت تدعم القوة الكويتية في حماية أمنها الداخلي. حاليا بشكل رسمي عن طريق شركات وصرافين معتمدين لدى بنك الكويت المركزي يجلبون من الذهب، بالإضافة طبعا إلى حاليا بنوك سويسرية وتجار من الإمارات العربية المتحدة من دبي. بناء على القانون الصادر لمراقبة الذهب في الهند في عام 1968، أصبحت منظمة SBL ومنظمة MFTC الوحيدتان المرخصتان قانونيا لاستيراد الذهب إلى الهند. وبناء على ذلك بدأت تجارة تهريب الذهب بين الهند ودول الخليج، والتي لم تنخفض نسبتها بشكل كبير حتى حصلت العولمة، والتي سمحت للجميع المتاجرة في الذهب. علاقة الكويت مع الهند هي علاقة جدا قوية، سواء بالتجارة، بالتبادل التجاري، كذلك في تبادل المجوهرات وصناعة وصياغة المجوهرات. ولعل الآن معظم الفنيين والصاغة اللي موجودين في الكويت هي من الجالية الهندية والباكستانية. العوائل اللي اشتهرت بالصياغة توجهوا لبيع المجوهرات، ما قاموا يصنعون الذهب والمجوهرات، واعتمدوا على العمالة الهندية والباكستانية وغيرها من العمالة الماهرة في تصنيع وصياغة المجوهرات. كانت الهند تشتري الذهب هني في بعض الناس ويشتمون ياخذون لهم مثلا بيور ذهب بيور، ياخذونه ويسوون لهم اشغال ثقيله، مثلا الخاتم اذا هو 4 جرامات يسوي 5 دولارات، يسوي يعني يبغى يسوي ثقيل، يسوي مثلا سلسله يسويها 20 تولة يسوي يعني تبيكتين يسويها. هذه الأشياء يسويها زين، طبعا على أساس أنه يلبسها يقول كأن هذا لبس ماله، فيروح يسافر يروح الهند، ما مش إلا الهند اللي تشتري ذهب، يروح هناك يبيعونه. كان الصياغة تمر في عدة مراحل. طبعا في اكو المصوغات اللي الصايغ هو يعدها من الخواتم والمحابس والاساور وغيرها من قطع اللي كان يعرضها عقب ما هو يصممها ويشتغل فيها. يعني تلقنا هو اللي يصمم، هو اللي يصب الذهب، هو اللي يسحب الذهب، هو اللي يبتدي يشتغل بالذهب ويبولشه، وهي كلها طبعا كلها طرق يدويه
كان الدرل يدوي، المنفاخ يدوي، حتى عملية الكور واللهب كان في ناس يستخدمون الفحم، وفي ناس كانوا يستخدمون الكرب مال النخل. ولعل يعني هذه الكرب هي الكويتيين اللي خذوا المهنة من الحرفة البحرينية. يعني البحرين مشهورة في صياغة الذهب بالسابق عن طريق كرب النخيل أو الكرب اللي مال النخل. يوجد النخل بكثرة في البحرين. قبل طبعا عدة تنشن هو عندنا المطرقة وعندنا الصندالة وعندنا المنفاخ. المنفاخ حق الدوب على الحين قس، أول ما في قس عندنا المنفاخ على الأول. وعندنا شنو؟ عندنا البوري، نسمي البوري هو نوع وش اسمه، في اسمعي نوع الشمعة، نوع الشمعة فيها قطين فيها غاز. وبعدين عندنا مال وقت اللي نلحم زين الأشاية عندنا بيب نهف هالشكل، لو وشتنا وجوهنا من الدخان تصير أسود، عيوننا سودة، راسنا أسود، ثيابنا سودة. الحين اللي تلقينا الحين الأول ما فيها، الأول هالشغل نحن ما في تعب الأول، صحيح تعب. احنا مهنتنا شاقة وايد وفيها مراحل. أول مرحلة تشتري السبيكة تعطيها الصايغ، الصايغ يسوقها قبل لا تعطيه انت معلمه شنو الموديل اللي تبيه، شنو النكشه اللي تبيها، كم الوزن اللي تبيه، في اوزان ما تمشي في اوزان تمشي. اعطيتها الصايغ تنتظر شهر 20 يوم عشان يخلص الذهب او القطعه هذه. تاخذها توديها وزاره التجاره اقول ختم، وزاره التجاره تفحص وتختم، بعدين يجيب المحل عندي اوزنه يرد ياخذها في المحل يعطي التأشيرة الأخير، وبعدين يبقى عندي وأنا أعرضه في المحل. ممكن ينجح الموديل ممكن ما ينجح الموديل. تجار الذهب في الهند هم المستهلكين الأساسيين والمباشرين للذهب المستورد. في وقت سابق كان الذهب يستورد على هيئة سبائك يأتي بها أناس إلى الهند ليتم بيعها إلى تجار الذهب المحليين ليصنعوا منها تصاميمهم الخاصة بالطريقة التي يفضلونها. أما اليوم الزبائن يشترون الذهب من رواد المجال الذين يستوردون الذهب من دول الخليج، سنغافورة، ماليزيا وغيرها من الدول. والله الصعوبات هذه بالنسبة حق الأجداد كانوا يعني كانوا عندهم صعوبات جدا، وحتى حق المواطنين يعني يطلعون مثلا 3 أشهر إلى القرى الصايغ يطلع هو ويا العدة مالته وذهباته يوديها من القرى، مثلا القرى الشمالية مثل كرزكان، مالتشية، صدد، هناك يقعدون في بيت ويصوغون الذهب حق المعاريس المنطقة كلها، بعد 3 أشهر يرجعون. طبعا ما كان في مواصلات ذاك الوقت، هاي حنا ما لحق عليها. فكانت الحياة أساسا جدا صعبة، وكان الكثير من سواء الصاغة ولا غيرهم أصحاب الحرف اليدوية يخاطب الصندالة اللي يتم عليها طرق الذهب ويكلمها يقول أنت اللي بعد رب العالمين، أنت مصدر رزقي ورزق عيالي. فكانت الحياة صعبة طبعا ضمن الأجواء سواء بالصيف الحار أو في الشتاء البارد، عانوا هالمعاناة هذه، بس أثبتوا أن اليد الماهرة هي اليد العاملة في كثير من المهن والحرف بالكويت وطبعاً بالخليج العربي. اليوم كل محلل المجوهرات له مصمم خاص، أما في السابق كان الصائغ هو المصمم والصانع في نفس الوقت، والتصاميم التي قاموا بتنفيذها من قبل ما زالت رائجة حتى يومنا الحالي. حبيت أتكلم بجانب من طبيعة التعاملات في المجتمع الكويتي القديم اللي هي الثقة. الثقة كان أساس التعامل التجار مع بعضهم بعض، والتجار مع زباينهم أو اللي يتعاملون وياهم، وحتى العوائل مع بعضهم بعض. كانوا بعض التجار أو العوائل الثرية اللي تخصص جزء من مجوهراتهم ومصوغاتهم بالمرتهش والكتبات والهامة والمقمش وغيرها من المصوغات الذهبية
المناسبات المختلفة للعوائل الفقيرة. طبعا مثل ما تقولين إذا كان الشعب الكويتي يعني مثل ما تقولين شعب متعاون متكاتف، يعني ما حد يعني قلت يقول ما في فرق بين الغني والفقير، كانوا التعاون بينهم واضح وملموس. حتى بالذهب، شوفي حتى بالذهب كانوا يعني مثلا تستعير من صديقتها الغنية، كان ما عندهم هذه يعني كان الأمانة موجودة، كانت يعني الحب موجود. يعني حتى هذا مثل ما قلت لك الذهب كانت تعطيه حق مثلا حق صديقتها عشان تطلع صديقتها بأحسن صورة شلون تتزين فيها، وكان هذا كان كله بالسر، كان ما يدرون يعني من وين تجي لهم هالهدايا، من وين كانت تجي لها. يعني ما كانت فلانة تقول لها والله أنا أعطيت حق فلانة، لا، كان هذا التعاون والحب بينهم وبين بعض. مرات الشرية تطلع يعني مجموعهم إما 15,000 دينار أو 10,000 دينار أو 5,000 دينار أو 20,000 دينار، ولما يكون عنده فلوس دفعهم ما عنده كان يكلم الوالد يقول له والله أنا ما عندي الحين يعني مثلا ناقصني 3,000 أو 4,000 دينار، فيقول حق الوالد بعد العواني يعني بعد العرس أجيب لك الفلوس، والوالد بالفعل يعطيه يسجلهم بدون مرابحة بدون يعني ويبيع بأنزل سعر، ما كان يبيع الوالد بسعر غالي. أنا كنت أتذكر أسولف مع الوالد أقول له يبا ليش ما تسوي دعاية نفس المحلات اليمنى بالجرائد أو بالتلفزيون، يقول لي علي أنا أحسن دعاية حقي إن لما يجيني الزبون أعطيه أنزل سعر، ولما يأخذ يعني أتساهل معاه بالدفع ويبهم بعدين، هذا أحسن سمعة حقي. طبعا هذا جانب. الجانب الثاني تلقين مثلا كثير من العوائل يجلبون الذهب بالرملة إلى التجار أو إلى الصاغة ويقوم بالصياغة، يأخذ فترة معينة على الصياغة ومن باب الثقة ومن باب الاطمئنان. وطبعا مع بعد انتهاء من الصياغة والانتهاء منها طبعا يرسل المصوغات للعوائل هذه. كان احنا عندنا في واحد يعني هذا في شارع الشيخ عبد الله كلها 25 دكان، كان واحد اللي هو هندي زين بنيان، هذا يجي دلال ياخذ ذهب من البنك ويجي ويمر على الدكاكين يقول له تبغى ذهب ياخذ اربعاناته بس، يعني دلاله زين دلاله ياخذ اربعانات 25 فلس، فيجي يبيع على الذهب هالشكل، ولا عنده بعد تعال عطني ضمان ما ضمان ما ميش عنده بس وشت نسبة اللي هو كاغد قلطاس ويكتب عبد الكريم أخذ 5 قطع، محمد أخذ 10 قطع، باسم أخذ 5-8 قطع، فيعطيهم ويمر عليهم يوم ثاني أو في الليل يمر عليهم، إلا عنده بيدات يقول تعال، ما عندي بيدات يقول باكر، وعلى شكل ضمان وعندهم يعني ثقة في الناس. الحين يبت الثقة ما في. في سنة 1981 كان الحرب الإيرانية العراقية، وهذه الفترة اللي ارتفع فيها الذهب من كان 3 دنانير وصل 8 دنانير، هذه طفرة عالمية صارت، ومعروف الذهب وهو المناطق الآمن في الأزمات، فارتفع الذهب وصل 8 الجرام نشتري ب8 دنانير، صار إقبال الناس تبيع الذهب ما تشتري الذهب. أنا أتذكر بعيني كنا نفتح المحل بس نشتري ذهب ونكسر الذهب وسبايك ونبيع الجملة والجملة يودونه برا لكم. في السابق كان المبلغ المدفوع للذهب أقل نسبة من وقتنا الحالي، حيث أن اليوم يتم تحديده بناء على التصميم المطلوب من الزبون. أصبح لدينا اليوم مكاين أكثر تعقيدا وتطورا لتصميم كل نوع من الذهب، أما في الوقت السابق فكانت تلك التصاميم مصنوعة يدويا، ومع دخول الآلات والمكائن أصبح العمل أكثر سهولة لصاغة الذهب. لما ارتفع الذهب صار الجرام 21,500 فلس، وصل الذهب سعر الجرام بس الذهب خام، في هذه الفترة الناس توقفوا يشترون. بداية دخول الروس في أفغانستان ارتفع الذهب، لأن كان الذهب الجرام تقريبا نص دينار وصل 9 دينار،
هني بدأوا الناس بريك يبيعون ذهبهم، ظلوا يبيعون ذهبهم. لما صار الحين ذهب وشد ما فوق يعني ذهب فوق وصار انهيار، صار انهيار شنو الاقتصاد، صار سهل ما في بيع وشراء، لأن كثرة الناس يقول إذا كثر الماي كثر الماي على الطحين ما ينخبز، يعني ما في فايدة الحين. ذاك من ذاك اللي يجي اللي يبغى حق معاريس مسكينة يشتغل لها حق حلقتين ثلاث، أو طلع عليهم الحين اللي هو الاستثمارات هذيلين أخذوا أحسن من الذهب يلبسون. نحن نستلم الذهب عن طريق البنك، وعندما ارتفعت رسوم الاستيراد انخفض تدريجيا تداول الذهب. المنافسة اليوم بين الأعلى مستهلكين للذهب وهم الهند والصين، وبناء على الوضع الحالي الهند تستهلك 850 طن من الذهب، حيث أن معظم هذه الكمية مستوردة من الدول الأجنبية. إذا جينا على المصوغات الذهبية في الخليج العربي، طبعا بفعل القوانين الكويتية، لأن بتكلم حاليا القوانين الكويتية والبحرينية هي من 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 أشد القوانين في فحص المعادن والذهب. يعني القانون الكويتي والبحريني يجرم بقوة عملية أي عملية غش، أو حتى لو يعني مو غش، تقليل من عيار الذهب. بعض دول الخليج عندهم موجود بس مو إلزامي، يعني مو مفعل إلزاميا. لهذا السبب اشتهر الذهب البحريني والكويتي ان افضل ذهب على مستوى الخليجي او مستوى حتى العربي، او انا ما ابي ابالغ يمكن حتى اقليميا. هذا من الاسباب ان الذهب البحريني افضل. يعني احنا ما نسوي بالضبط 21، نسوي له 21 ونص مثلا او الا ربع، على اساس نوديها للمختبر مطمئنين ان هذه 21 راح تطلع 100%. ولهذا اشتهرت البحرين بعد ان الذهب البحرين ومختوم من قبل الدوله، فاي واحد يشتري مطمئن. يعني المجوهرات التقليديه كالميلاموتو، بيلا كاميلا، بوثالي مالا يتم تنفيذها على ايدي امهر الصاغه فقط. هذه التصاميم وجدت منذ اكثر من قرن ويتم تصديرها الى الخليج، ويقومون كذلك الصاغه هناك بتصميمها ايضا. الذهب الكويتي يتميز بثقل الوزن اللي هو زينه وخزينه، ويتميز بلونه، يتميز قطع كبيره، والمراه الخليجيه تحب القطع الكبيره. الستايل الكويتي القديم التراث غير عن سلسله او سنغافوريا او الابيض. ناخذ الذهب، طبعا الذهب بيكون الذهب 24 عشان نحوله الى 21، نضيف له فضة خالص وننزل كثافته إلى 21، نأخذ السبيكة نوديها يختمونها في الحينها في هذا الوقت، يختمونها إذا أوكي طلعت نشتغل فيها، وبعد ما نخلصها في نفس الوقت بعد مشغولات نسويها نوديها إلى المختبر يفحصونها، إذا نجحت العملية فيختمونها، إذا ما نجحت طبعا يكسرونها ويرجعونها علينا. أنا كنت أشوف عبد الرسول بادر مع التجار اللي حواليه لما يروحون الزباين يصير بالليل يقعدون مع بعض يتعايون، يقول لك يبون قطعة مصبوبة مو مختومة عيار كم، يقطونها بالأرض على الونة يعرفون عيار كم، يتحدون بعض، هذا يقول له هذا يقول عيار 18، هذا يقول 21، 22، من صوت الونة يعرفون عيار الذهب مع الخبرة هذه. المناسبات بالسابق مرتبطة في مواسم، أما مناسبة يعني الزواج وبشكل تحديد اللي هو اليلوة أو الجلوة اللي تكون هي العروس مع أهل العروس، يقومون مراسم معينة في إظهار الفرحة وتجهيز العروس للعرس. كانت العروس لها ذهب خاص بها، او ان تقولين تزين في احلى الحلي،
وكانت يعني مثل العروس يعني كونها هي سيدة هذا المناسبة، كانت يلبسونها الذهب من الرأس لآخر الصبع من أقدامها. كان يحطوا لها أول شيء كانت تلبس الهامة، وكانت الهامة مثل ما نقول الهامة اللي تكون فيها التلول أو السرور. كانت الهامة مثل ما تقولين حتى نسموها الهامة من باب أنها تكون أعلى الرأس، كونها من فوق الهامة الرأس تبدي عاد فيها التلول ينزل مثل الكور الكبيرة. وكانت هذه الكور تكون مزخرفة أو تكون مزينة في النقوش أو الخرز الشدري الأزرق. في الستينات على حسب ما يعني لحقت على الستينات 65 68 الى 70 يجون مثلا اكثر الحريم اللي يشترون ذهب حق المعاريس العروس. فاهل العروس لما يقبضون المهر يجيبون العروس ما تجي، يخلون وكيل عنهم مثلا واحد من القريه يعني مشهود فيه بالنزاهه وهذا يجي يشتري الذهب حق العروس. فهو يختار الاشياء اللي يعني اللي يلبسونها المعاريس اللي هو العقد اللي يسمونه النكلس الطويل هذا، احنا يسمونه كرسي جابر، طبعا تغير موديل ماله ويسوى الملتفت التراتشي والخاتم واللي هو الشاهد والمرماية. فهو يشتريهم كل هذه الأشياء ما تنحط في قوطي، تنحط في قرطاس أحمر تتشفس الشقوة وتعطيها. كانت الأم العروس يعني مثلا يبونها معدزة أو يبون الشراية يبون الذهب، هم الأهل المعرس هم يبون الذهب، هم يبونها. وطبعا هذه يكون في طويسة طبعا طاسة أو بكشة حلوة كذي مزرية يبون على قولة يديدي، كانوا يبون لنا الطاسة عاد حسب الأهل المعرس. يعني يكون في ناس حالتهم ضعيفة أو يكون في ناس من الأثرياء على الشيء اللي يبونه من هذا. في بعض العادات التقاليد في البنية ماتي العروس ماتي ممنوع في سوق الذهب هذا عيب، وفي لا تدش العروس بنفسها اللي تختار. اللي ماتي العروس تقعد في البيت وتي أمها معها، يعني بين العائلتين تدش المرأة اللي تختار الذهب تقول أعطني القطعة 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 نبي أثقل أخف أكبر، تبي أثقل تبي أخف أكبر وتأخذه. كذلك تلبس المزنط، يعني طبعا يسموه المزنط ليش؟ لأنه عقوته كونه هو على الرقبة، يعني عقولت إحنا نقول المزنط هو يعني حتى نسموه إنه كونه إنه يكون ساق الرقبة، يعني شلون العقوت يكون زانطها بس إنه يسموه من باب المزنط. تيجي هنا العقود او ان السلاسل او القلوب. طبعا احنا عندنا العقد يعتبر العقد جاي من الخرز، ان لما يكون الخرز يسمونه عقد، اما السلسال اما يكون السلسال يجي من الذهب يسمونه ان العقود هذه الخرز، اما هذا العقود الثانيه ان الخرز او تكون القلب يسمونه القلب جاي من الذهب الأصلي. هني خلصنا من الصدر يجي لك هني الخصر. طبعا الخصر عندنا الحزام او يسمونه القايش، يعني احنا عند يسمونه القايش يكون شويه عريض. طبعا هذه لها دقات بعد، عندك دقه القنشه عندك دقات كثيره يسموها الكويتيين من باب شنو يستوحون هذا من الطبيعه هم العايشينها. اين شيء جديد تنزل بالسوق الزباين ما شاء الله عليهم عندهم الهام هم اللي يحطون الاسم على النقشه. في سوار اسمه صفر حصين طبعا ناعم، وفي باي بيمين وباي بيسار هذا سموه على كذي. عندك شد الورد نفس الوردة النكشة من فوق سموه شد الورد. البناجر اللي هو مقبب سموه البناجر، بنات الأيام يسمونه سبايكي. وفي كرسي جابر الله يرحمه، في كرسي سعد، في شميلات، في بناجر، في خصور، في سد العالي، في البطاقة المدنية، في الخواتم يسمونهم قنصر وبنصر اللي هو الشذر الأزرق وفيروز إيراني أصلي والنقشة بالنص. طبعا غير الزواج أو العرس طبعا عندنا فترة الأعياد وعندنا رمضان. طبعا هاي المواسم وطبعا جزء صغير بالحج، الحج يعني هم كان بالسابق اليوم من الحج هذه فرحة
يعني للحاج أو لزائر بيت الله، فكانت لها هم مراسم ولها طقوس، لها يعني أوراد معينة أو لها فرحة معينة. فكانت هذه الصناعة وهذه الصياغة مرتبطة في مثل هذه المناسبات. كانت النساء ما تتزين إذا كان ريلها مسافر، إن يعني مثل رايح رحلة السفر أو رايح رحلة القوس أو رايح رحلة الثانية، كانت ما تتزين من باب إنك مثل ما قلنا الزينة للرجل فقط ولأهله، يعني مثل ما ذكر القرآن الكريم، ما كانت تتزين الزينة كانها تلبس الذهب، كانت مثل ما يعني تلبس الأشياء البسيطة مثل الخاتم تقتصر عليه، المضاعد البسيطة. إحنا كنا ما نعرف أول المواليد خاصة مولد النبي إلا لأن شفنا كويتيين في السوق تارسين السوق، فعشان قال أولي مولد النبي فيه وإجازة ويجون يشترون ذهب، يحبون الذهب البحريني وخاصة الأشياء القديمة يحبونها مثل الصدفة المحارة، هذه عليها طلب ذاك الوقت. المجوهرات الخاصة بالطفل الخاصة مثل حين لما نشوف واحدة والدة قبل كانوا نجيب لها الحلي حق الياهل، إذا كانت بنت نجيب لها تراتشي، أما نجيب لها بروش يكون بروش أو نجيب لها حيول. وفي عندنا الفتايل، الفتايل هذه مثل ما تقولين حق الطفلة حق البنت إذا كانت بنت، تكون نفس المضعد ويكون متدندل فيه سلسلة حق الخاتم. إذا كان ولد لا يجيبوا له بروش، يعني بروش مكتوب عليه ما شاء الله يعني اسم الله عليه. الحين قامت أشوف حتى الأسامي يحطونها أو العبارات الجميلة يحطونها في البروش حق الأطفال، تكون خاصة بس حق الأطفال الولد الصبيان يكونون. حق الأطفال حيول يلبسون بالريل اللي يسمونه خلاخيل أو مفاتيل وخاتم واحد مثل شيف أو ترشية صغيرة جرام أو قلب صغير أو تاج أو شباصة أو فركيتة. طبعا بالسابق نتكلم عن عيار 21 ان الذهب ملاذ امن، فقدر ما تقدر هي تطلب الذهب المشغول اللي ما في احجار، هو عباره عن ذهب ساده صافي عيار 21 على اساس لا سمح الله اذا جات بتبيعه ما تخسر فيه. اما الان لا، تغير طبعا نمط الذوق، الذوق تغير، اليوم يدورون براند اللي هي الماركات أو يعني ما يشابه هذه الماركات، هاي واحد. اثنين، ديزاينات جديدة الإيطالية، طبعا تمازج الحضاري والثقافي مع سواء مع الوطن العربي أو حتى مع أقليميا مع الدول الأجنبية سواء أوروبية وغيرها ولا وآسيا، غير نمط وذوق المرأة. طبعا الفضائيات، برامج التواصل الاجتماعي، فتح ذهن المرأة في كثير من الموديلات. وهو الديزاينات القديمة كانت يعني ثقيلة لأن الذهب رخيص ورف، الحين ديزاينات يحبون أشياء ناعمة وحلوة ولطيفة ويعني مودرن، يعني على حسب الوضع، يعني الوضع تغير، فلهذا تلاقي في اشياء موديلات كلها ناعمه. يقول لك ليش ذهب الذهب خفيف؟ لان الحين الناس تبغى كل اشياء ناعمه وخفيفه، ثاني شيء الذهب بعد سعره مرتفع، اول يسوون اشياء كلها ثقيله وزنها ثقيل، بس على هذا رجعوا للقديم الحين. رجعوا للقديم، في ناس وايد يسألوا عن القديم. لو نشوف ان قليل البنات يلبسون الذهب ولكن ما يظلون ان دائما هم قاعد يشترون الذهب. الحين مثل ما نشوف ان شوي صار عندنا الذهب الابيض، عندنا الالماس، عندنا الفضه، عندنا غير هذا، ان البنات قاموا يحبون الشيء الخفيف، بناتنا هالوقت قاموا يحبون الشيء الخفيف، الشيء يعني مثل ما تقولين مو نفس يعني قبل كانت المراه، لا بالعكس كانت الذهب عندها شيء قيمة أكبر من يعني حابة أنها تزين أكثر بالذهب. أما الحين مثل ما قلت لك عندنا الألماس، البنات أشوفهم دائما يعني توجههم الألماس، ولكن فوق هذا أنهم ما يخلون أنه ما يشترون ذهب. الأول غير ذوق الحين غير، الأول مسكينة تسوي لها تراكي صباح الخير، ها
الحين نسوي لها تراكي وجسم موضة ثانية بس حلق شيء بسيط فيها خلل بس حق أدونها بس عشان لا تنسد. أما الأول لا صباح الخير تسوي وجسم اللي هو الشغاب نسوي الأشياء الثانية يسمونها يعني لها أشياء لها أشياء أسماء كثيرة. وعدنا نسوي فتاخ الفتاخ كلمة فتاخ ما حد يعرف لها الحلو يجي وشتمن في السوق نبغى فتاخ ما يعرفون الواحد الصايغ يعرف فتاخ الفتاخ هذا حق الإبهام مال الرجول زين حق الرجول الإبهام يسمونه فتاخ نسوي شواهد الحين طلعوا موضة شواهد اندثرت هذه الشواهد الحين طلعوا موضة مالها صار هوس كل شيء قديم يحبونه الناس ردوا حق كل شيء قديم لأن القديم هو الأساس القديم وهو الأساس وبعدين الذهب الأصفر وهو الأساس يطلع الذهب أبيض يطلع الذهب أحمر يطلع الذهب أخضر يطلع الألماس الألماس يكون بالذهب الذهب الأصفر وهو الأساس الذهب الأصفر وهو عاصر قلب كل امرأة خليجية وهذه النسوان يأخذون ذهب حق الخزانة الناس يخزنون الذهب ما يبيعون إلا أخذوا مع الأول الحين للحين عندهم الباقيين ديال النسوان للحين عندهم ذهبان مع الأول في بعضهم ما يبيعونه وهس ناس مساكين يأخذون الذهب مني عقب يومين ثلاثة طلع عليهم موضة قالت لا حق زوجها تعالي نروح بدل تعال بدل وإذا راح بدل زين طبعا مسكين تخسر تاخذ تشتري بهالق مثلا ب 35 وتبيعها وشتمه ب 32 زين والاجار بعد يطيح من عندها لين مسكينه يبقى لها زمان من هالذهب كله. أدعو أن الإنسان يعني خاصة اللي عنده مجال بالإدخار قدر المستطاع أن يدخر له جزء بسيط في الذهب سواء المصيوغ أو غير المصيوغ بصفة عامة اليوم خاصة بالصياغات المجوهرات النمط التقليدي موجود طبعا والتغريد البراند موجود فحتى الأخوات اللي مثلا يميلون للستايلات الحديثة والماركات يتوجهون للذهب لأن بالأخير هو خزينة فيكون زينة في الحياة العادية وخزينة لا سمح الله في وقت الحاجة كل مستهلك في الهند يعتبر بأن الذهب أداة استثمارية مفيدة ومضمونة بغض النظر عن استخداماتها للزينة فقط. الذهب أفضل شيء. ما أعتقد الذهب يروح بريق معنا. الذهب لمن ذهب. الذهب ما أعتقد لأن الذهب يعني ينضرب به المثل. الذهب ينضرب به المثل. نشوف إن ذهب. اللي عنده ذهب هو اللي مطمن يعني. لأن أنت حال الفلوس اللي عندك هاي الأوراق مغطية بالذهب. يعني دائما اقول للزبائن اقول لهم انتم لا تستقبضون تدفعون بيزات انتم المشترين احسن من اللي بايع اللي هو انا بايع هذا ذهب هذا الدينار اللي عندك مغطى بالذهب مغطى بهذا الذهب ما اشوفه راح ينتهي دائما ليش انا اقول الذهب قيمته فيه يعني دائما الذهب له قيمه عند حريمنا الكبار قاعده للحين والله اهلنا وحريمنا الكبار يوصونا يعني قلت مهما يروح يعني مثلا مهما صار التطور ويعني وصار يعني البعض خف انه يلبس الذهب او انه ولكن يظل الذهب هو الذهب يعني على قولتهم الذهب لا قيمته ولا مكانته حق المرأة وكذلك ما ننسى أن الذهب هو من المعادن الصحية حق المرأة من باب أنه ينظم الهرمونات من باب أنه كنا احترى حتى المرات أن المرأة لما تلبس الذهب لها صحي لها حتى نفسيتها ترتاح كل امرأة في الهند تحب المجوهرات كونها ضمان بديل للمال في وقت الحاجة الذهب عمره ما ينتهي هذه الأشياء يأخذونها اللي هو الاكسسوارات يلبسونها زينة وكذا طبعا يوم يومين ثاني ينقطع أو مثلا يتكسر
أو هذا، لكن الذهب لا تأخذها العين المرأة تزين فيه، تأخذها هم وشتمة دخر وهم إليها وشتمة. إذا الذهب غار من وشتمة من دكاكين والناس ما تأخذه ما في فائدة، لأن الذهب هو المصدر الوحيد أحسن من البيضات.